السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. نتمنى أن يأتي شهر رمضان علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسلام وهداة البال. وهذا شهر عبادة وشهر صلاة وتسبيح، ولا بالمصاريف والظواهر الفاضية. إن شاء الله إنا بنعم علينا وعلى الأمة الإسلامية بالسلام في جميع ربوع الوطن العربي والإسلامي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ جميع العالم الإسلامي وعاد الله على الأمة وهي بخير. اللهم أصلح المسلمين لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنهني الشعب الفلسطيني أولا، العالم العربي والعالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك. ربنا يا الله يعيدها علينا بالخير وبالبركات، وإن شاء الله يعم السلام في هالبلاد، وإن شاء الله يكون هذا الشهر شهر فضيل على الناس، وربنا يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. نتوجه كمان إحنا بالتهنئة والتبريكات بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل للمهجر في أمريكا، في الأردن، في جميع الوطن العربي اللي فيه أهل بيت أنان. وكمان إحنا بنهنئ أنفسنا بهذا الشهر الفضيل، وربنا يعيدها علينا باليمن والبركات. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ الأمة الإسلامية عامة بعموم أقطار العالم، وكل عام أنتم بخير. السلام عليكم. البداية بنهني الشعب الفلسطيني وأهل بيت عنان، بنهني أهل بيت عنان عامة وأهلنا بالغربة بحلول شهر رمضان المبارك. ربنا يعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والسلام والطمأنينة والأمان، ونتمنى كل خير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببعث تهنئة للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير. شو بدك نحكي لك؟ شو بدك؟ يلا شو، الله يرحمهم جميعهم، الله يسامحهم، الله يعطيهم الصحة جميعا، والله يوفقهم الشهر الكريم. صوتك